صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر في هذه الأيام تهجم أهل الصحافة على العلماء وطلبة العلم، فما الواجب علينا تجاه ذلك؟ إنكار هذا المنكر، إما باللسان والكتابة وإما بالقلب. إذا ما تستطيعون الكتابة فبالقلب، إنكر هذا المنكر، أقل شيء بقلبك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول وهذا السائل: ما هم من صالحهم، الكلام ذا سينقلب عليهم قريبا إن شاء الله، لأن من قاوم الحق وصادم الحق لا بد أن يندم عما قريب، لأن الحق له ناصر وهو الله سبحانه وتعالى، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هؤلاء إنما يجنون على أنفسهم، نسأل الله العافية. وكل مسؤول عن كلامه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل مسؤول عما كتبت يداه، سيسأل يوم القيامة وهو معرض للعقوبة العاجلة، نسأل الله العافية. نعم.